بسم الله الرحمن الرحيم، وبين الاستعانة والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد. مكملين مع بعضينا الحدادة المسلحة. هنتكلم النهاردة عن الحدادة المسلحة للحوائط السن أو الريتينين بول. إيه هي الريتينين بول؟ الريتينين بول عبارة عن بلاطة رأسية بعملها لما بيكون عندي مثلا دور بدروم او اتنين بدروم تحت منسوب سطح الارض، منسوب سطح الارض الطبيعية هنا كده، فانا بحفر عشان اعمل بدروم تحت الارض، وبالتالي ببقى عندي لازم اعمل حاجة، عنصر انشائي يمنع للتربة من الانهيار داخل البدروم. يبقى هي بلاطات رأسية يتم عملها عندما يكون هناك ادوار تحت منسوب سطح الارض بدرومات، ويتم عملها لسند الحفرة ومنع انهيار التربة ومنع انهيار التربة داخل البدروم. تمام، يبقى انا بعمل الحيطة دي، انا عندي مثلا البدروم تحت اهو، دي القواعد المسلحة بتاعتي، فانا الحيطة دي المفروض كله ده هيتردم لحد هنا كده، فلولا الحيطة دي، الحيطة دي طبعا معمولة ومعزولة اهو، التربة دي بتبقى عايزة تنهار جوه البدروم، فانا بقوم عامل الريتيننج وول دي عشان تمنع لي التربه دي من الانهيار داخل البدروم. طيب ده بمنتهى البساطه. تعال نتكلم بقى كده على الريتيننج وول ونشوف مكوناتها. اولا الريتيننج وول بتتكون من ايه؟ بتتكون من اعمده، الاعمده بتتكون من حديد راسي وكنات زي ما اتكلمنا عليها واستفدنا فيها، وبتتكون من بلاطات، بلاطة رأسية. البلاطة الرأسية بتتكون من حديد رأسي وبتتكون من حديد أفقي وكليبسات. تمام، يبقى دي بمنتهى البساطة معنى كلمة ريتيننج وول. تعال نشوف كده في الرسم، بيبقى عندي ادي الريتيننج وول اهو، اهو ده حيطة اهي، حيطة اهي، دي اسمها الريتيننج وول، ولازم يبقى فيها أعمدة على مسافات معينة أهي، دي ريتيننج وول محيطة بالمنشأ كله أهو، أهو ده حوالين المنشأ أهو، نفس الكلام أهو حوالين المنشأ، داير ما يدور حوالين المنشأ أهو، دي ريتيننج وول. بيبقى فيه أعمدة على مسافات، كل مسافة معينة بيبقى فيه عمود أهو. طيب تسليح العمود مفيش اي مشاكل، الا اذا كان الاحمال الجانبية كبيرة فتسليح العمود بيبقى كبير شوية في الاتجاه اللي هو ناحية الرد اهو، زي ما قلت لحضراتكم في الاعمال بيبقى فيه العمود بيبقى تسليحه كبير شوية في اتجاه الرد اهو، ده بالنسبة للعمود. مش هنتكلم في العمود، احنا عايزين البلاطات، تسليح البلاطة دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ بيبقى عبارة عن رئتين حديد، رئة داخلية ورئة خارجية اهي، دي الريتيننج وول اهي، على شكل ده طبعا دي الريتيننج وول اهي، طالعة من الأساسات من تحت، رئة الحديد اهي، بيبقى رئة داخلية، رئة جوه الرد ناحية الرد، ورقة جوه المنشأ ناحية المنشأ، دي اسمها داخلية ودي اسمها خارجية. تمام اهي، ده بمنتهى البساطة اهو. تعال نتكلم بقى عن الحدادة نفسها. الحدادة نفسها حديد رأسي وحديد افقي اللي هي البرندات. الحديد الرأسي ده ما يقلش عن قطر 10، ما يقلش عن قطر 10، وغالبا هتلاقيه بيسيف معاك على 10، والحديد الافق اللي هو البرندات ما يقلش عن قطر 12، والكليبسات عشان تربط طبعا الحديد ببعضه. طيب تعال نكمل مع بعضينا كده، ده الشكل اللي وريته لحضراتكم اهو. تعال نشوف، نرجع تاني نشوف بس الحديد على الطبيعه، وبعدين نرجع نشوف الرسومات اهي، ده ريتيننج وول اهو، الحديد الرأسي قدام حضرتك اهو، والبرندات من جوه
وفي برندات بتبقى من جوه وبرندات بتبقى من بره، وهنتكلم عليها شوية كده بس نتعرف اكتر على الحديد. اهو حديد راسي، الكليبسات قدام حضرتك اهي، وده بسكوت اهو، حديد راسي اهو، والبرندات من بره اهي، والبرندات بتبقى سارحه بطولها عادي خالص اهي، البرندات بتبقى ماشيه كده، ما بقاش حرف اللام ولا غيره زي ما قلت الدرجه اللي فات في الشرول. تعال بقى نشوف اللوح كده معانا. اولا ده شكل الحيطه اهو، دي كده اهي القاعده او الاساس، والحيطه بتبقى طالعه لحد بدروم او اتنين، هنا مثلا عليها سقف واحد اهو اللي هو سقف البدروم الواحد، لو هتعمل بدرومين يبقى سقف بدرومين اتنين سقف، تمام. عندك حاجتين عايز اقوله. الحاجه الاولانيه، الحيطه دي ليها كام نظام انشائي؟ ممكن الحيطه دي تبقى فيكسد من تحت وهنجد من فوق، فيكسد من تحت وهنجد من فوق، يعني ايه؟ يعني الحيطه مربوطه مع القواعد من تحت وراكزه على السقف من فوق، راكزه على السقف من فوق، وممكن تبقى فيكسد من تحت وفيكسد من فوق. يبقى معنى ان الحيطه عزم، جزء من العزم بتاع الحيطه بتاع السقف رامي على الحيط، تمام. الحاله الشائعه ان هي بتبقى فيكسد من تحت وهنجد من فوق، يبقى الحيطه دي ماسكه من تحت مكلبشه مع القواعد وراميه وحملها لفوق على السقف. طيب انا بصب ايه الاول؟ بصب القواعد وبعدين بصب الحيطه. طيب ينفع اعزل الحيطه من بره واردمها قبل ما اصب السقف؟ لا غلط تماما. ما هو انت الحيطه عندك ماسكه مع القواعد من تحت وماسكه مع السقف من فوق، فما ينفعش تردم الحيطه وتحمل انت، اصل انت بتردم الحيطه معناها ايه؟ معناها ان انت بتحملها بالاحمال اللي المفروض تتحمل بيها. طب بتحملها بالاحمال اللي المفروض تتحمل بيها قبل ما تصب السقف اللي هي رامي عليه؟ دي غلطه كبيره الناس كتير بتقع فيها. ما ينفعش تردم الحيطه، ما ينفعش تردم الحيطه الا لما تصب السقف بتاعها، وده في حاله واحده بس اذا كانت الحيطه مرتبطه بالسقف. طب لو الحيطه مش مرتبطه بالسقف يبقى الحيطه شغاله كانتليفر، يبقى فيكسد من تحت ومن فوق فري، من فوق فري، الحيطه شغاله ككانتليفر، وساحتها الحديد الراسي بتاعها هيبقى كبير شويه نسبيا عن الثانيه. وساحتها ممكن اردم الحيطه في اي وقت بعد ما اصبها طبعا. ده بالنسبة للحاجة اللي كنت عايز اقول عليها الاولانية. الحاجة التانية لسه قايلها دلوقت، شكل الحدادة اهو بيبقى عبارة عن حديد رأسي طالع وحديد برندات بيبقى سارح معايا بطول الحيط، بس بيبقى فيه اماكن معينة لازم نوصل فيها الحديد ده، الحديد البرندة، تمام. ودي العمدان زي ما قلت لحضرتك عليها اهي. تعال نشوف قطاع تاني في الحيطة، قطاع اهو ادي دي قطاع البلان الاعمدة، وده الحيطة اهي. بيقول لك ان التسليح الرأسي 5 في 10، تسليح الرأسي 5 في 10 اهو، غالبا ما بيزيدش عن في 10 او في 12. التسليح الافق البراندات اللي هي دي 6 في 12 او هو عاملها كام؟ عاملها 6 في 12. زي ما قلت لحضرتك ممكن تلاقي الحديد البراندات دي جوه والرأس هو اللي بره والعكس، واقول لحضرتك دلوقت الفرق بين الاتنين، وبيبقى فيه حديد اضافي، وده المهم بقى. تعال نشوف كده قطاع، ادي الاليفيجن اهو، دي القواعد اهي، وده العمود بتاع الريتيننج بول، بيبقى فيه اضافي، بحط اضافي في الاعمده في الحيطه عند اماكن معينة، وده هشرحه دلوقت. ده شكل الاضافة اهو، في اضافي داخلي وفي اضافي خارجي. انا قلت الداخلي بيبقى ناحية المنشأ جوه والخارجي بيبقى من بره، تمام. ده بمنتهى البساطة الحيطة اهي، ده الردم اللي بيبقى عليها، الردم اللي بيبقى عليها بيعمل مومنت، المومنت ده بيقل كل ما بتطلع لفوق، كل ما بتقلل ارتفاع الردم اهو زي ما حضرتك شايف اهو، تمام. بالنسبة للاتجاه الافقي بيبقى المومنت شكله بيبقى عامل كده اهو، هنتكلم عن كل ده بالتفصيل بس خلينا نشوف واحدة واحدة.
عايز اقول لكم المعلومه اللي كنت اللي بقولها اللي كنت لسه بقول لكم عليها. امتى بحط الحديد الرأسي جوه وامتى بحطه بره؟ في الصوره اللي قدامنا دي الحديد البرندات بره والحديد الرأسي جوه. امتى بقى بعمل دي؟ بعمل دي في حاله اذا كان عندي السقف رامع الريتيننج جول. يعني الريتيننج جول في الحاله دي السقف رامع عليها، يعني بيرمى عليها حمل رأس، فانا بحط البرندات من بره عشان تحزم لي الحديد الافقي الحديد الرأسي عشان ما يحصلوش انبعاج لبره. يبقى انت عندك الـ 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 الاصل في الريتيننج جول ان هي بتشيل عزوم ناتجه عن الاحمال الجانبيه الناتجه عن الترب، تمام؟ بس بخلاف كده انا ممكن الريتيننج جول تشيل احمال رأسيه، تمام؟ بتشيل احمال رأسيه من السقف اللي جايه اللي رامي عليها، فبيبقى في الحاله دي لازم اعمل البرندات بره الحديد الرأسي. طيب لو هي ما بتشيلش حمل رأسي وبتشيل حمل جانبي بس بتاع التربه، ممكن اعملها زي اللي قدامنا في الصوره، الحديد الرأسي يبقى من بره والحديد الافقي يبقى من جوه كده. الحديد الرأسي يبقى من بره والحديد الافقي يبقى من جوه. دو صورة تانية اهي، حديد الرأس من بره والحديد الافقي من جوه، وشكل الاشاير باين مع حضرتك اهو، تمام؟ ده كان ملخص صريح كده عن الحدادة المسلحة للريتيننج جول. ان شاء الله الحلقة الجاية هنستفيد اكتر، هنمسك كل عنصر انشائي، هنمسك الحديد الاضافي والوصلات ونتكلم عليهم بالتفصيل. دول عايزين حلقة لوحديهم عشان فيهم كلام كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.